أشاد السفير البريطاني بالقاهرة جارث بيلي بالعلاقات التي تجمع بين مصر ولندن على المستويات كافة. وأكد السفير البريطاني في تصريح خاص للتلفزيون المصري أن العلاقات التجارية تشهد تقدما ملحوظا، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 1300 شركة بريطانية تعمل في مصر في مجالات مختلفة. على المستوى السياسي علاقات جيدة جدا، الحمد لله. أنا مبسوط جدا من العلاقة وفخور جدا من علاقتي مع الحكومة المصرية على سبيل المثال. دي نقطة، بس النقطة أهم ممكن يعني طبعا نقطة التجارة الثنائية ما بين البلدين. نعتبر كبريطانيا نعتبر ما بين أكبر المستثمرين هنا في مصر. الهدف لدينا يعني إزاي نحول استثماراتنا من الاستثمارات في الوقود الأحفوري على سبيل المثال بشركة بي بي، شركة شال، والشركتين هاتين شركتين تفكران في إزاي تحول استثماراتها من وقود أحفورية لإنتاج الطاقة النظيفة. ده الهدف. وعندنا أكثر من 1300 شركة بريطانية هنا في مصر، وكل شركة دي بتفكر في نفس الهدف، إزاي نبنى مستقبل صديق للشعب المصري.